الأمان الأول وجوده عليه الصلاة والسلام، والأمان الثاني الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال جعفر الصادق: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. وقال لقمان لابنه: يا بني أكثر من الاستغفار، فإن لله نفحات لا ينالها إلا المستغفر. قال ابن تيمية: والله إنها تصعب علي المسألة، فأستغفر الله أكثر 1000 مرة أو أكثر وكل فيفتحها الله علي. وقال: والله لا يمنعني من حاجتي، يعني الحاجة العلمية أو العملية في الجهاد، في النصرة، في شرح العلم، في دحض الباطل. قال: لا يمنعني من حاجتي الاستغفار، من حاجتي لا يمنعني عن الاستغفار حاجتي ولو كنت في السوق، يعني يشتري أو واقف أو مشغول وهو يستغفر. ولذلك شيمة المؤمن ومذهبه أن يستغفر دائما وأبدا، وأبشروا بما يسركم. ومن فوائده أنه يمتعكم، وهو متاع حسن، وهو راحة للجسم وانشراح للصدر، ويمتعكم متاعا حسنا في هود. ومنها أبشركم أنه قوة في الجسم، وجرب كثير من الفضلاء كثرة الاستغفار وأدمنوا عليها، فأبدلهم الله قوة في أجسام ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومنها أنه طريق لنزول الغيث والرحمة، ويرسل السماء عليكم مدرارا. وللأبناء والذرية لمن كان عقيما، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم أنهار وجنات، ويجعل لكم أنهارا. وأنه الفرج والمخرج، فعند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. بالاستغفار يحل الإشكال، وتحمل الأثقال، ويشرح البال، ويرضى ذو الجلال سبحانه وتعالى بالاستغفار. قال علي، وقد ذكر هذا صاحب الإحياء ينقل عن غيره: عجبت لكم عندكم الداء والدواء، ضعوا دواءكم على دائكم. قالوا: ما هو؟ قال: داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. وقد ذكر الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر أن الحسن البصري جاءه رجل قال: جدبت ديارنا، قال: عليك بالاستغفار. فجاءه رجل قال: أنا عقيم لم يولد بي، قال: أين أنت من الاستغفار؟ وجاءه رجل فشكى إليه الفقر، قال: عليك بالاستغفار. قال الناس: يا أبا سعيد، هؤلاء سألوك فقلت الاستغفار، قال: ذاك شكى الجد فقلت عليك بالاستغفار، لأن الله قال: يرسل السماء عليكم مدرارا. والثاني شكى العقم فقلت عليك بالاستغفار، لأن الله يقول: ويمددكم بأموال وبنين. والثالث قال: ويجعل أموال وبنين، الذي شكى الدين قال: ويمددكم بأموال وبنين، فهو يكشف عنه الدين ويقضي عنه إن شاء الله ما عليه من مستحقات مالية ويغنيه. هذا فتوى أهل العلم في ذلك. وتبع حسن قتادة وابن مسيب، كانوا يفتون من كان عقيما بأن يستغفر ربه. ومن جرب الدواء عرف. حدثني أحد الفضلاء في الرياض أن له قريب كان له زوجة من 8 سنوات لم تنجب، وما ترك مستشفى حتى عرضها عليه، وفي الأخير أوصاه بعض العلماء قال: عليك بالاستغفار. قال: فأدمنت أنا وزوجتي وأكثرت من الاستغفار فرزقنا ذرية. لأن الواحد الأحد عنده كل شيء. لا تحل العقد إلا باستغفار، لأن ذنوبنا تحول بيننا وبين مطلوباتنا، فإذا استغفرنا أعطانا الله مراداتنا. الاستغفار أقرب طريق إلى الواحد القهار، الاستغفار أحسن سبيل إلى العزيز الجبار. من أراد رزقا أو انشراحا أو صحة أو مالا فعليه بالاستغفار. وأعرف بعض الإخوة مدمنين على الاستغفار دائما وأبدا، حتى صارت لهم عادة. والذكر كما قال القاضي صاحب روضة السنين، قال: الذكر أوله كلفة وآخره ألفة، فأن تكلف نفسك قليلا ثم يصبح لك كلفة. وعند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد يروى: اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون. هكذا حديث أحمد. لا تتلومون هذا الكلام، بعضكم قد يستغرب لما ذكر مجنون. لا لا، من هيام يعني بكثرة ذكر. قلت: إن كان هذا مرض سمونه، فالله يديم هذا المرض ويجعله مستمر. قال الغزالي في الإحياء: فالناس يكثرون من محبوباتهم، فعلى قدر حب الإنسان يكثر مما أحب. الآن انظر، هو يضرب أمثلة لكن أضربها أنا بأسلوب العصري، ولا هو ضربها أيضا بأسلوبه. يقول: إذا دخل الناس في مجلس، ترى العقاري دائما يتحدث إلا في الأراضي، مشغول عمره 80 سنة وباقي يأجر وعقيم،
وبالمفتاح من هنا ورايح يوقع على الأوراق وبيدخل القبر بيسحب على وجهه للقبر. طيب وين الذكر؟ وين الأوراد؟ وين حصن المسلم؟ وين لا إله إلا الله 100 مرة؟ وأموال أموال شيكات شيكات، ومصاب بالسكر وعنده 14 مرض، بعدين بيصاب بتخمة ويموت. هذا كذا بعض الناس، وبعضهم يتكلم في الأخشاب لأنه نجار، يقول لو جعلتم الباب من هذا من الصندل ومن هذا من الزان ومدري كيف، يعني هو ثقافته في هذا. والشاعر قصائد يحفظها، حتى رأيت عاميا عمره 70 في الرياض يحفظ قصائد ما هب وما دب كلها، قال فلان وقال القاضي هذا الشاعر ومحسن الهزاني وقال فلان ورد عليه فلان، ولا يحفظ أظن جزء عما هذا كذا يعني. فأولياء الله إذا إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. كان ابن تيمية إذا نزل في الأسواق يقول الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نزل شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس. فبعض الناس إذا رأيته ذكرك بالواحد الأحد، نسأل الله العافية. فقصدي من هذا أنك إذا أكثرت من ذكره أعطاك، هذه فوائد الاستغفار.